شاء الله بقطعه لانه بخليه كذي اوكي ولا وايد ما يهون علي يسدها بس كذي يسدها خلاص بعد بخليها داخل ماي عشان شويه ما تذبل بسرعه وما تيبس جميله أمس حطيت للزراعة محسن عضوي للتربة الزراعية ومن عقبها سقيتها بماي شوية ريح اليوم طالع مال السماد فهذا الوقت زين انك تسمد التربة لان السماد في وقت الصيف احيانا يحرق النبات يحرق النبات ترى من قوته فالافضل انه تسمد في هذا الوقت وقت البرودة شوية وقت اعتدال الجو الأفضل يعني الأفضل فما هاي إني ما أدري كيف دخلت ويت صوب الزراعة ترى خاطري إني أقطف الوردة وقطفتها وبعدني قاعدة الأجواء أصلاً ويلستك عند الزراعة هذا بروحة جو هذا بروحة جمال سبحان الله اطمئنان وانت تشوف الزرع اللي زارع عنه اللي تعتني فيه تشوف إيش متغير اليوم إيش اللي صار في الزرع إيش اللي حية وإيش اللي ها تعب حلو حلو انا تعبني صراحه هالاجواء ما مشكله صح جاي من برا وكذي لكن اطمن اطمن على مثل ما تطمن على بيتك على عيالك بعد هذه لنفس الشيء انت مسؤول عنهم زراعه انت مسؤول عنهم تسقيهم تعتني فيهم ادام بديت خلاص تستمر في رعايه الشيء اللي بديت فيه وربي يحفظكم.